أليس. طب أنا مفروض أنساه؟ حاجة مجد، ولك ما بيكفيك بهدلة؟ ولا يعني ما بدك تنساها؟ أليس، بدك تروحي على الكلية اليوم؟ ايه بس مو هلأ، لأنه عندي فحص إنجليزي بعد الظهر وبدي حضر له شوي. طيب أنا لازم روح. إحسان، أهلين بابن الخال. كيفك؟ أوف والله مو منيح يا ليم، وهي بانا مجننتني. شو يعني اتخانقتوا مع بعض مرة تانية؟ هي مجنونة وأنا مليت منها، ما عاد فيني أتحملها. خلاص بكرة بتتصالحوا. عملك هي وحدة مجنونة ومو خرج إني رافقها بنوب. مو وقت هالكلام الفاضي إحسان. والله جد، وكمان ما بقى بدي أشوفها ولا حتى بدي صالحها لهالدرجة؟ إيه نعم، ويا ريت كمان تتصلي فيها لتجيب لي الساعة تبعي. ساعة شو هي؟ أنت قليلة وهي بتفهم، أنا مو حابب حاكيها. عكلين أنا رح سكر هلا وبعدين بحاكيكي. ماشي إحسان، أنت بس روق شوي. أوكي باي. شوفك باي. يعني ما بنشرب شاي إلا إذا كان أبي هون؟ ما شاء الله هي صرت طول الحيط وصار فيك تساوي شاي لحالك. وبدل ما تعصب علي روح شوف أبوك. تفضل تعال شوف الغلطات اللي غلطانة واللي كنت عم غطيها من حسابي. أمي حاجتك بقى، تركي هالزلمة بحاله، ولا حضرتك ناوية تجلطيه؟ شكله هو اللي بده يجلطني. تفضل، هاي لهلأ ما أجا والله أعلم وين بيكون. طيب مو حضرتك اللي قلعتيه؟ بيستاهل، لأنه الشي اللي سواه معي ما بينسكت عليه. وبعدين مع هالحالة بقى المشكلة إنك أمي ومجبور إني أحترمك، بس الله يسامحك على كل شي سويتي فيه. الو ايلين، يعني معقول لساتك نايمه؟ اف تعبانه مو جايه عبالي قوم. انا مشغول بالي عليك كتير، شو صاير بينك وبين احسان؟ هو اللي قال لك؟ قبل شوي دق لي تليفون، كان كتير متضايق. بحياتي ما شفته معصب كل هالقد، شو صاير بيناتكم؟ مزبوط، تخانقت انا وياه وعصب مني. يعني حتى لو تخانقتوا مع بعض مو مستاهله تكبروها. بس شوفك بحكي لك اللي صار بالتفصيل. ماشي حبيبتي ماشي. بنوش قال لي إحسان أنه في ساعة بده إياها منك. قلت له أنا بحاكيها وبقلا عنها. بده ساعة؟ شي حلو والله. يعني هذا يلي شاغل باله؟ أنا ماني فهمانة شو قصة هالساعة. تتذكري يوم عيد ميلادك هديتك ساعة وقتها عجبته الماركة وصار بده مثلها، وهي هي قصتها. طيب أصبح اشتري له ساعة، يعني مو معقولة منشان شقفت ساعة لا راحت ولا اجت تكبروا القصة. والله ما بعرف. ساوي مثل ما عم قلك وحلي هالشغلة. اي خلص بحلها، اكيد رح لاقي حل. يلا بخاطرك هلا باي. انا شلون نسيت قصة الساعة هي؟ يا
يعني أنا كان ناقصني. يا الله. أهلين بنوش. شو أخبار ألان دينون تبعنا؟ إذا مشغول أو في أي حدا عندك خلص بعدين بحاكي. شو هالحكي هاد بانا؟ بعدين ما في حدا عندي. وإذا مشان هذاك اليوم أنت ما خليتي لي فرصة لأشرح لك. وأنا مشان هيك اتصلت حتى تشرح لي القصة. فشو رأيك نتقابل بالجنينة اللي جنب أتاكولي؟ طيب خلص بشوفك هنيك. سميح، مع مين كنت عم تحكي على التليفون؟ مع أحسان، أنا متضايق شوي وحابب يشوفني. ظاهر إنه متخانق هو وبانا وبده يعني صالحة. يعني هذا رفيقي وأنا لازم أروح أشوفه مشان ما يزعل مني. أوف. شو بنا؟ حبيبتي ما بدي إياكي تزعلي. بعدين بعوض لك إياها ماشي؟ أول مساء إذا بدك. طيب. شو بعينتك اليوم نشيط؟ اي والله وطالع امشي. بالمناسبة انا اليوم عطيت اجازة لهاجر. اكيد راحت على البنك. وليش عم تضحكي؟ يعني مو من حقها انه تأمن على حياتها؟ انا ماني ضدها، خليها تأمن على حالها. هاجر وينك؟ امي بلوستي الزهرية ما انا مكوية وانا مضطرة اطلع. لوين رايحة ان شاء الله؟ وليش مضطرة على هالطلعة؟ اتفقت أنا ورفقاتي شوفهم مشان ندرس شوي. أها مشان تدرسوا؟ إيه؟ إيه طيب مو مشكلة، بكرة جاي الامتحانات ونشوف النتائج. طيب بابا. هاجر؟ هاجر مو هون. وهلا شو بدي ساوي أمي؟ خلص حبيبتي أنا بكوية. روحي البسي لك شي شغلة تانية. خلص حبيبتي أنا بكوية. ما رح ينقص شي من قدري، ولا بدك إياها تطلع ولابسة أواعي بكوية. تسلمي لي يا أحلى أم بالدنيا. يلا بدك شيء؟ الله معك. أوس صباح الخير. أهلين مروة. تفضل هاي لإلك، اسمه فطوطة. شو هاي مروة؟ جبت لك إياها هدية. هدية إلي؟ هاي هدية بسيطة لأنك عرفني على الكلية. شكرا، بس أنا ما فيني أخذها لأني يعني لتكون ما حبيته. حبيتها عن جد حبيتها. كيف تعرفاني حتحبها؟ لأنه مبارح ونحن عم نتمشى بالجنينة قلت لي يا الله شو حلوين هالحمامة. وحسب الإحصائيات يلي نعملت بيقولوا أنه 94% من يلي بيحبوا الحيوانات بيكون قلبهم رقيق وبيحبوا الحياة. شو بك؟ ليش إيدك عم ترجف؟ لا ولا شيء، بس عن جد شكرا كثير لك. انا بحياتي ما حدا جاب لي هديه مثل هالهديه الحلوه. اوس بصراحه كنت حابه احكي معك بموضوع كثير مهم بخصوص اهل سمجد. ايه مو مشكله. طيب انا بس اطلع من الدرس نقعد ونحكي. ماشي، لكن انا رايحه ادرس بالمقصف لبين ما تخلص درسك. مروه انا عن جد ماني عارفه كيف بدي اجيبك. شو هالحكي؟ شوية مصاري كنت نمت بالأوتيل. مجد مرحبا بابا. أهلين شو خير؟
ولا شيء، انشغل بالي شوي فقلت بشوفها. ايه منيح، يلا فوت. نمت هون ما هيك؟ ها يعني وين بدي اروح اصلا؟ ما كان عندي خيار تاني. كيف امك؟ من وقت ما دريت بقصة الشاليه وهي معصبة. بس لو اعرف مين يلي قالها. انا يلي قلت لها. انت يلي قلت لها؟ ليش؟ لأنه بصراحة خلتني انفعل، فحبيت اني غيظة وقلت لها. بس انت وعدتني انك ما تخبره، يعني بتعرف انه امك رح تجن اذا عرفت انه بعنا الشاليه، بتروح انت بتقلها؟ برافو يعني عليك والله. يعني شو فيها؟ بعدين انت يلي اشتريته لهذا الشاليه، وانت حر اذا بدك تبيعه ولا لا. ما في داعي تخبي عنا هذا الموضوع او تخجل منه. مجد بابا، امي ما عم تفكر غير بالمظاهر الاجتماعية، لا عم تفكر فيك ولا فيني، لازم تحط لها حد. انت شو عم تقول يا ولد؟ عيب تحكي هيك عن امك. اخ يا بابا، لو تقدر هي، يا ريت بس تقدر محبتك لها ولو شوي. بس مو مشكله، انا هلا رايح بشوفك بالبيت طبعا اذا امي رضيت عليك. كوي هدول ست إقبال. شوفي لو سمحتي أنا مو فاضية لأنه عندي فحص إنجليزي ولازم أدرس. مجد ما درسك لما كنتوا بالشاليه؟ لو سمحتي لا تقولي هيك. هذا بيتي وفيني أحكي شو ما بدي فيه. طبعا بس معي العيشة بهالبيت إلى تمن يا خانم، ولا مفكري حالك بدك تعيشي ببلاش؟ يلا قومي كوي أواعيلين لأنه رايحة مشوار، وإذا بتحاولي تجيبي أي سيرة لبكري لا تلومي غير حالك. هاي نبهتك. تضرب هالعيشة. مرحبا يا حلوة. أهلين بسميح بيك. بما أنك مضطرة عشوفتك لهالقد أكيد في شي مهم بدك تحكي لي إياه. خير إن شاء الله. بس هالشي للأسف ما بيتعلق فيني، بيتعلق بحبيبتك. آه كنت مفكر أنه بيتعلق بحبيبك أحسن. ليك سميح، تعرف أنه لين بتموت فيك. مع أنك واحد ما بتستاهل أنك تنحب، هذا هو الحب، ما حدا بيقدر يوقف في وشه. بانا هالمقدمات هي بلاها، قولي شو بدك. رح قول ماشي، أنا رح فوت بالموضوع فورا، ما رح جيب سيرة للين إنه أخذت سمرة لعندك على البيت. تمام، يعني شو فيها إذا إجت لعندي على البيت؟ أنت ليش عم تفكري بطريقة؟ سميح مو هذا قصدي، أنا ما رح جيب سيرة اللي صار مو لأني خايفة عليك، لأني بحبها للين. وأنا كمان بموت فيها للين، وماني متصور أبدا إني أعيش بهالدنيا بلاها، أنا بحبها. تمام تمام اوكي، بس هالمعروف ما تنسى. تكرم عيونك، وانت بتعرفي منيح انه انا ما بنسى اي شيء. لكن مقابل هالمعروف هاد انا بدي اطلب منك طلب، ويا ريت ما تخجلني. ايه مروة. أليس طمنيني عنك، عم تدرسي؟ ضروري ننجح بهالامتحان، لأنه إذا ما نجحنا هلأ بتروح لسنتين لحتى يعيدونا إياه. إيه مزبوط مروة. يلا قومي طايعة الكل اليوم ندرس أنا وياكي. خلص أنا بشوفك بالامتحان. يلا يا لا تعندي، منراجع الدروس مع بعض. طيب ماشي، عم بستناكي لا تطولي. باي باي. المكواية، يا ربي شو هالمصيبة هاي، شلون نسيت المكواية؟ تعالي معي. لحظة قليلي لوين؟ لك خلاص امي لو سمحتي، مو على اساس بدك تكويلي البلوزة؟ فليش بدك تاخديني على غرفة هالشرشوحة؟ ولا بس بدك تزعجيني؟ انتي مو بدك البلوزة؟ هلأ بتكون انكويت بدون ما تعب حالي فيها.
امي احكي لي دغري هلا، مو وقت مزحك. وين بلوزتي؟ انا بدي روح. طلعي خديها. لا تقولي لي عندي شرشوحه. عم تكويلي بلوزتي؟ والله انك مانك سهله ابدا. اصبح لكان لروح اتمسخر عليها. الحقيني. امي ما بعرف اذا حكى لك احسان ولا لا، بس احنا متخانقين. ايه وهلا شو بدك مني؟ مو انت وياه بتكونوا مثل الاخوه؟ وهو بيسمع منك؟ فروح حاكي وخليه يوعى، وبدياك تفهمه انه بهالدنيا كلها ماله غيري ولازم يصالحني. طيب طيب خلص ولا يهمك. وفي شغلة تانية، لحظة. هالساعة كنت حابة اشتري له اياها لأحسان، بس اليوم انا مشغولة، فياريت تشتري له اياها بدالي. ماشي؟ اوعى تخجلني. كيف يعني؟ يعني تنزل على السوق وبتشتري هالساعة، وهيك بتكون خدمتني أكبر خدمة وسكرت المي. والله بس مو ملاحظة إنه هالخدمة غالية شوي؟ عم تبتزيني مو هيك؟ اصحك، إحساني بيسمع كل شي بقول له إياه، فديري بالك حبيبتي. إيه بعرف، ولين بتسمع مني؟ فدير بالك، ها؟ لأنه أنا ما عندي شي لحتى خبيني. الظاهر راحت علينا، لا ضل لياقة ولا شيء. لازم دوب هالكرش على الآخر. يا ضاري. لكن انتي شو سويتي؟ والله ما كان قصدي اني احرقها. اكيد حرقتي يا جكرفيني. قديشك وحدة طافها؟ قال يعني مو بقصد على اساس اني صدقتها. خلصنا بقى لين. اقبال. خلص فضي هالسيرة بلا ما يعرف أبوك، روحي على غرفتك. والله ما رح مرق لياها، أنا فرجيكي. لين بلا ما يعرف أبوك هلأ، يلا روحي. إقبال وينك أنتي؟ أنا هون بكري. مو مشكلة هلأ بعدين برجيكي، بس حسابك عندي رح يكون كتير عسير. يسلموا إيديك. والله أليس معها حق تزعل من الشي اللي حكيته أمه لمجد؟ ايه هي معها حق، بس مو مجد اللي حاكي، انتي ما بتعرفي شي، بس هو وأمه مو صحاب. يعني أمه سبب المشكلة وهالشي مو ذنبه، بس لازم أليس تقتنع بهالشي، لأنه إذا ما اقتنعت حيضلوا هيك. طيب نحن شو ممكن نساوي؟ يعني بلكي بتقتنع بكلامي إذا حاولت أني أحكي معها مرة تانية. ما بظن أنه رح نستفيد. طيب شو هو الحل؟ ما في غير حل واحد، انه نجمعهم مع بعض. اي والله، وشلون رح نجمعهم؟ اتصلي بأليس خليها تجي. اصلا هي جاي لهون لانه اليوم عندها فحص، بس المشكلة بجاية مجد لهون. هاي تركية علي. اصبح دقة. شو بدك؟ ما تكوني جاية تاخدي بقية أواعية حتى تحرقيهم. لين مو عارفاني كيف بدي اعتذر، والله مو بقصدي، اجاني تليفون وأنا عم بكوي لك البلوزة. حاجتك كذب بقى، شلون يعني مو بقصدك؟ أنتي ساويتي هيك بس لتقهريني. طيب ليش لساوي هيك شي؟ أنا بعرف تماما ليش هيك ساويتي، أنتي عم تعملي هيك مشان تغطي على الشي اللي ساويتيه مع مجد. وشو علاقة هالشغلة بالبلوزة؟ طبعا إلى علاقة. لك أنتي شو فكرة حالك؟ بس أنا والله ما حتنفدي بعملتك. بعدين جارتنا زينة مزعوجة كتير من الشي اللي صار بالشاليه، يعني مو حابة أبدا هالغراميات يلي سويتيها مع ابنها الوحيد. لين عيب يلي عم تقولي. انتي آخر وحدة بحق لها تحكي عن العيب، كيف إليك عين تضلي هون ببيتنا؟ لحظة لحظة،
يعني انت عم تعملي كل هالشي لحتى تطفشيني؟ مو عيب عليك تحكي بأعراض العالم؟ حاجتك تمثيل بقى، ليش وحدة مثلك بتسأل عن سمعتها؟ لين ديري بالك على كلامك، انا ما بسمح لك ابدا تحكي هيك، عم تفهمي؟ امي الحقوني الحقوني الحقوني، لك حدا يرد علي. امي بابا، لك ليش عم تصرخي؟ شو بك انت، جنيتي يعني؟ بنتي شوفي يا بنات، أليس تعي لهون. بابا من شوي أليس حرقت لي بلوستي وهلأ جاية تضربني. بس يا دكتور أنا عن جد عيب عليكم، كل وحدة منكم قد الحيط وجايين تتخانقوا. بس هي اللي اجت لهون مشان تضربني. خلصنا بقى اهدي لين، كانت بدها تضربني وبدك يعني اهدى. مزبوط هالحكي هاد يا أليس؟ خلص يا أمي حاج تبكي. حرقت البلوسي مشان ما روح أدرس عند رفقاتي، وفوق هالشي إجت عغرفتي مشان تضربني. لا تقولي هيك أمي، هاي ضيفة عنا ولازم نحترمها. شو أليس هالحكي مزبوط؟ لا تخبي علي. قولي ليش ساكتة؟ مزبوط أنا عصبت عليها بس ما معقول هيك تصرف يطلع منك؟ طب اسمعني وبعدين احكم يا دكتور. لو سمحت اطلعي على غرفتك. خلص يلا روحي تسطحي ونامي شوي. بكري لا تروح لعند أليس، تركها، هاي الشغلات بتصير بين البنات، وبعدين ما بدنا نزعجها لأنه عندها فحص. ماشي ماشي. شلونك شريك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ يعني ماشي الحال. مو على أساس ما أنك طالع أبداً؟ إيه مزبوط، بس مليت قلت لحالي بطلع بشوفك. يلا طلع. شلون الجو تبعك؟ لا يكون عم بيعذبك ها؟ الله يخليك، شيلني من السيرة، خلص انتهيت. إحسان بانا كتير كويسة، ومو من مصلحتك انك تتركها، وانت بتعرف انه إلها وضع خاص. لك دخيلك كل البنات بيشبهوا بعضهم. تضرب شمخك سميك، فهم علي. اسمع، في بنات للزواج وفي بنات للتسلاية وفي بنات للشغلتين، مثل بنوش فصعب انه تلاقي مثلها. وشو مشان بنت عمتي؟ بنت للزواج ولا للتسلاية؟ يا عيب الشوم عليك، اصبح لساتك ما بتعرفني. وبعدين انت بتعرف تماما قديش انا بحب للين. الله يسامحك، بس حك تروح من ايدك. تركني بقى، ما بدي احكي بهالموضوع. عن جد احسان، في شي مره نصحتك نصيحه وما طلعت بمحلها؟ برايي تروح وتصالحها. قلتك يعني صالحها؟ ايه طبعا، مثل ما بدك تؤمن. ايه منيح، هيك بدي اياك. يلا روح صالحها بشي كلمتين حلوين، وكمان عزمها على شي قهوه. اوكي ماشي. اوكي وين الشغال؟ شو هالحالة هي يا ربي؟ نعم مصطفى، كيفك يا جلال بيك؟ الحمد لله منيح. فكرت بالموضوع؟ ايه والله فكرت، وهاليومين مشغول كتير مشان هيك ما راح اقدر. شكرا لك. انا من رأيي ترجع تفكر يا جلال. قراري نهائي يا مصطفى. بس انت بتعرف تماما يا جلال انه ما في شيء اسمه قرار نهائي بهيك مواضيع، فرجع فكر بهدوء وانا ناطر. ماشي، الله معك مصطفى. امي لازم احكي معك. خير شو بدك مني؟ وضع بابا مو عاجبني ابدا لانه عم بينام بمكتبه. مجد قلت لك لا تتدخل، وما بيهمني حتى لو نام بالشارع. شوف الحالة اللي وصلت لها. بس يا أمي هذا البيت مو لك لحالك. قلت لك لا تتدخل، عم تفهم؟ أمي شو بدك أوس؟ شو عم تساوي؟ ولا شي، عم اتخانق مع أمي شوي
واتصالك عمل هدنة. بدي اياك تيجي على الجامعة هلا، اترك كل شيء من ايدك وتعال. ما بقدر، في موضوع لازم احكي معك. انت شو قصتك مجد؟ عم استناك بالبوفيه، اوعى تتاخر. شو فيها ترى؟ بس ما يكون وراء بشي مصيبة. ايه رح يجي؟ ما عيلته كتير مزعوج، بس مجد ما بيخجل. ان شاء الله يجي بسرعة، ممكن يقدر نصالحه مع أليس. ان شاء الله. والله ما رح ارتاح غير لصالحهم مع بعضهم. أمي انت شلون بتساوي هيك؟ وشو هالحنان يلي نزل عليكي فجأة؟ من جد قديشك غبية. لك صرت قايلت لك اكثر من 100 مرة لازم ابوك يعرف اني انا طرف محايد، شفتي شلون صار يصرخ عليها؟ يا الله. أوف. ديري بالك تغلطي قدام أبوكي، لازم يحس إنه كل المشاكل عم تطلع منها. ماشي. منه أبوكي بيصير يصدقنا، ومنه ومنه منخلي هالتافة وما تطيق عيشتها بهالبيت. هاي هي. ماشي ست الكل، ما رح ساوي غير يلي بتقولي، خلص ولا يهمك. برافو عليكي. الله يوفقك. شكرا دكتور. دكتور خلصنا، بعدين بنحكي. ماشي. انا بورجيك يا أليس خانو، والله لعوفك حياتك وتشوفي. ايه شو يا حلو، سامحتيني ولا لسه؟ لا مالي قدراني. طيب قليلي شو بدك يعني ساوي لحتى ترضي عني؟ ولا الورد ما بيكفي؟ أنا ما بدي شي منك إحسان، بس يلي بدي أعرفه أنا شو بكون بالنسبة لحضرتك ما بعرف. روحي، أنت بالنسبة إلي كل شي. إحسان هذا ما له حكي، ما له حكي أبداً، أنا مالي مثل البنات اللي بتعرفون، عم تفهم؟ طيب فهمت. اسمع، عاملني بشوية احترام، هذا كل اللي بطلبه منك. لكن تبدي هذا السؤال مهم كتير. لا عن جد هات لشوف. كبير يا حلو، مين أنا؟ روزيت. روزيت مين هي؟ بتقفشيني بأحلاكي لما بتكوني عصبية. يعني ما بتخاف من عصبيتي؟ لا ما بخاف، لأني مستحيل زعلك مني. عادي هلا انا مناقصني عصبيه، مهزوز بدني من الصبح، كانه حدا داعي علي اليوم. لك مين اللي زعج لحبيبه قلبي انا؟ مين حيكون يعني غير هالتافه يلي مو رضيانه تحل عنا ابدا. ايه خلاص شيليها من بالي. انت قلتي انها تافهه، بتشربي قهوه؟ شوفي عود بالاول. منيح اللي اجي، بتعرف انك جبتني مثل ما جبتي وحده من هي. بس ما يكون الحقير ضايقة. لا ما دخلوا. هاتي لشوف احكي لي. مو انا من كم يوم علقت أليس مع جارتنا زينة، فبشان تنتقم مني حرقت لي البلوزة. عن جد انت علقتيه؟ يا الله شو انك قوية. بس خليك. شو قلتي؟ شو بدك؟ انت يلي قلتي لها لأمي على قصة الشاليه؟
طيب لقيتها. شو هي؟ انا هلا رايح لعند ابي. ايه وحضرتك رح تروحي معي. يعني لتعرفي معزتك وقديش انت وحده مهمه، مع اني بحياتي ما اخذت ولا وحده لعنده. عن جد عم تحكي؟ اي عن جد عن جد، ولا وحده ابدا. طيب اصبح خدني لعنده. تفضل. انت ليش هيك سويتي يا لين؟ ليش؟ روح من هالشي. مجد عن جد ما كنت مفكر انك حقودة لهالدرجة. يا عيب شو عليك؟ مجد هدي. شباك في مجال تهدي شوي؟ فهميني ليش هيك عملتي؟ عم تتهجم علي انا وتخانقني مشان وحدة تافهة مثل هي؟ عن جد يا عيب الشوم. دير بالك ما بسمح لك تقرب عليها ابدا، ها؟ واذا بتفكر تزعجها رح امسح الاراضي فيك واحسب الله ما خلقك. انت صف على جنب، ما حدا عم يحكي معك. مجد بس فهميني ليش اثرتي على هالمسكينة؟ فيني افهم شو استفدتي؟ خلصنا بكفي مجد. خلصنا مجد بكفي بقى. اصلا انت ما بتعرفي شو معنات الصداقة، وما سويتي هالشي معها غير لاني غيرانه منها. خلصنا؟ ما انك ملاحظ انك تجاوزت حدودك؟ لا ماني ملاحظ، بس هلا بدي اتجاوزها. لا لا هون بكفي مجد. اذا بدك تستوي استوي على رجال مثل حكايتك، ما تستوي على بنت ضعيفه. ليكون نسيت القتله اللي اكلتها بالمسبح. والله جد اصبح شو رايك نطلع لبرا لحتى ورجيك. يلا شرف ولك حاجه بلا مسخره. لما اتصلت فينا تركنا كل شيء من ايدينا واجينا لعندك. خير في شيء مهم؟ لا ما في شيء مهم، بس انتوا قديش لكم مصاري على جلال؟ جلال دمرخان؟ ايه جلال دمرخان. والله قلنا عليه مبالغ كبيره وحتى اكثر ما بتتصور. اصبح شو رايكم انه كل ديونه بدفعهم انا؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انت متأكد من هالشي؟ ايه متأكد، بس انا في عندي شرط واحد وبتمنى ما تخجلوني. وشو هالشرط؟ انا ما بدي انه جلال دمرخان يعرف بهالشي ابدا، وقولوا له فيك تدفع لنا المصاري على راحتك. نحن ما في عنا مشكلة، بس في عندي سؤال وانا كتير اسف على هالسؤال. ممكن اعرف شو في بيناتكن لتدفع ديونه لجلال يا مصطفى بيك؟ شغلة قديمة. أخذ لي شغلة من حقي. يلا فيكن تمشوا، أنا عندي شغل. الله معكن. عن إذنك مصطفى بيك. نعم شوفي إحسان. طيب دخلي بعد 5 دقائق. مجد كل اللي صار من تحت راسك نقلعي وخلصينا منك، او اسألي شو اللي عم يصير. ولا شي، انتي روحي على فحصك. قولولي من شان الله. لين كانت عم تقله لسميح انه هي اللي حكت لامه لمجد، فجن جنانه لما سمعوا طلعوا يتخانقوا برا. لازم نتدخل وما نخليهم يتخانقوا مع بعضهم مرة تانية. نحن تأخرنا ولازم نلحق الفحص. هلأ انتي روحي على فحصك وبعدين بتحكي مع مجد. مروى السمكة على الطاولة. لا تخاف ما رح انساها. يلا أليس. أوس شلون بدك يعني يروح واترك مجد؟ لا تخافي ما رح يصير شي. بعد شو أليس؟ أنا لازم كون جنب مجد. يلا مشان الله رح نتأخر عن الفحص. هلأ أوس بحلها. يلا عن جد لا تواخذوني، بس أنا اليوم كتير مشغول وماني فاضي. ليش أنت إمتى كنت فاضي؟ وقت بقول ماني فاضي يعني ماني فاضي. معناتها خلينا نقوم وبلا ما نزعجه لأبوك. عن جد أنا كتير مشغول وماني فاضي اليوم. شفتي ما أحلى التقليعة؟ إحسان شو رأيكم طيب؟ ومشان ما تزعل الحلوة مني وتقول إني ماني حابب أتعرف عليها وأقعد معها، إني أعزمكن بكرة على العشاء. ما أنت من زمان وعدنا بعزيمة، بس إمتى رح تكون هالعزيمة؟ الله أعلم. إيه مزبوط، بس أنت بتعرف إني وقتها كنت مضغوط بالشغل. أنا من ناحيتي موافقة. ماشي بابا مثل ما بدك. خلص أصبح بكرة المساء بشوفكن. إن شاء الله بابا. شوفك. الله معك. شوفك بكرة.
سميح، اتركوا مشان الله، ما مستاهلة تعملوا خناقة مشانها. روقي شوي يا روحي، الظاهر انه هالولد جاي على باله يصير قبضاي، فلازم نعطيه فرصة، ما هيك؟ على اساس انت يلي قبضاي مو هيك؟ سميح عم قلك لا تعلق معه. انت سكتي، اصلا كل المشكلة بسببك. انا ما قلت لك وطي صوتك ولا انت ما بتفهم؟ مجد خلصنا بقى، اتركوا. حلو حلو حلو، انتوا الاثنين علي؟ مو مشكلة، اساسا انتوا الاثنين ما بتتحملوا بوكس واحد. مجد مجد شو هذا اللي عملته؟ لين انت ما دخلك؟ عن جد برافو عليك يا مجد افندي، اكل لك سمجة مراجل ولا حبيبتك أليس هي اللي مقويتك؟ يا شباب مجد يا شباب ما بصير هيك يا مجد شباب عاملين انتو لك يا شباب العمى بعيونك انتو هيك عم تعملوا ايدك عليه قولوا بالكم يا شباب يا مجد يا شباب العمى بعيونك يا مجد لك او هلا يا جلال نحن ما حنطول لأنه مو فاضيين. نحن فكرنا بوضعك يا جلال بيك ولقينا لك حل رح يريحك. خير أنا عم بسمعكم. قالوا لي أنك ما فيك تدفع ديونك كلها دفعة واحدة. ما أنا من زمان حكيت لكم هالشي بس ما كنتوا تصدقوني. طيب ما دامك قاعد بلا شغل فشلون رح تدفع؟ أصبح شو بتقترحوا علي؟ بصراحة نحن يا جلال بيك عملنا دراسة ولقينا أنه سمعتك بالسوق كويسة. شكرا. بس السمعة المنيحة يا جلال ما بتجيب لك شغل على طول، فأنا من رأيي أنك تفتح مخك وتدور لك على شغل، وبهيك حالة يا حلو بترجع لنا مصارينا شوي شوي. شو قلت؟ ما عجبك اقتراحي؟ جاوبني. بكفي يا شباب بعده عنه بكفي خلص اتركوه بحاله شباب الجامعة عم بكفي مجد بكفي انت ما دخلك خليكي بعيد وانت ليش هلأ ما فتي على الفحص؟ الفحص هو أهم من مجد حاكي رد علي ايدك مجد يا شباب مجد خلص لك شي بكفي بقى سميح خلينا نروح تعال قلك تعال شو مجد لا ترد علي مني. يلا تعال ارجلي خلتك يلا تعال لك مشاني أهلين جلال مرحبا مصطفى أنا اتصلت مشان عرض الشغل تبعي ما هيك؟ ايه يعني لساته ساري المفعول؟ ايه شو هالحكي هاد يا جلال؟ طبعا ساري المفعول أصبح بما أنه ساري المفعول أنا أبلان فيه خلص كرمالي اتركه يا مجد أنا عرفت إني غلطانة حبيبي وما عاد يهمني شو ما حكوا علي شو يا جبان؟ ما لقيت غيرها تتخبى وراها؟ خلاص يا نعنوع خلص مجد تركه يحكي شو ما بده حتى لو قالك جبان بس أنت عندي بتساوي مية منه من شان الله تركيني ربي لهذا الحقير خلصنا إذا كنت بتعزني خلينا نروح من هون يا جماعة أنا أجيت شو وينكن أنتو؟ يا الله وينون؟ شو عم تساوي هون؟ فهميني شو هدول؟ تيابي هلأ مو وقت مسخرتك؟ منين جبتيهم؟ بس أنا مالي صغيرة لحتى تسألوني أسئلة ما إلا أي طعمة ولا لازم على طول تضلوا لحقيني على الدعسة؟ أستغفر الله
أنا واقفة وعم استنى جوابك. من لك كل هالأواعي اللي آخر موضة؟ أعطتني ياهن لين. بالله عن جد؟ أصبح شو هاد؟ كأنه مو ملبوسين. إذا البنت بطرانة وحبت إنه تعطيني إياها بإلا ما بدي؟ ليش لوين عم بتروحي حتى بدك هالتياب الجديدة؟ ومين قال لك هالحكي؟ بكرة في عنا حفلة بالكلية. ولا بلا ما أقول في عنا حفلة مشان ما يروح فكركن لبعيد. حفلة شاي والأساتذة حضرانينا، فرح ألبس هالتياب على الحفلة. طيب ليش ما خبرتينا أنه عندك حفلة؟ كنا اشترينا لك أواعي. على أساس يعني فورا رح تقوموا تشترولي؟ أي طيب، أنا بدي كندرة تحت هالأواعي، فيكن تشترولي وحدة؟ ولا يهمك مندبر. لا تجي على حالك أمي، بعرف البير وغطى. أنتي ما معك مصاري أبدا. شو بك أمي؟ منلاقي لها حل. مو حابة أكسر بخاطرة، لازم اشتري لها. شكراً مجد. على شو؟ لأنك وقفت الخناقة من شاني، ما خجلتني أبداً. بس أنا ما وقفت الخناقة من شانك، أنا وقفتها مشان هديك البنت، البنت الطيبة يلي رح ضل حبها واقف جنبها لآخر يوم بحياتي وما رح أتركها أبداً. يمكن كنت سرحت بقراري. شو بيفيد هالحكي؟ فهمني من شان الله، أنا بالآخر اللي عرفت إنه أمك وليد. لا، أنا ما رح سامحك على اللي سويتي، لأنك صدقتيهم لإلهم وما صدقتيني. بس أنا خلص، ما ضل شي لحتى نقوله. أنا توقعت من البنت اللي حبيتها شي تاني، بس هي تركتني ولا حتى سألت فيني. تعذبي حالك. ما رح رد. اوف يا الله، ما بده يحاكيني. والله معه حق، غلطت كتير، كيف بده يسامحني؟ أهلين بيلين الحلوة. شو أخبارك يا بانا؟ طمنيني عنك، صالحتوا أنتوا إحسان؟ أوهو، من زمان. واحذري مين عازمني اليوم، والله رح تتفاجئي إذا عرفتي. ليش لا أتفاجأ؟ حدا بعرفه؟ خالك السيد مصطفى هو صاحب العزيمة. هاتي غير هالكذبة، ما هو عزمك قبل بمرة. صح عزمني، وقتها ما زبطت، بس اليوم رح شوفه. أنا بعرف إنه خالي بيضل على طول مشغول، كيف صارت وعزمك مرتين؟ هالشي مو معقول. إيه، معناتها تركت عنده انطباع حلو. اليوم رح يكون العشاء على شرفي أنا بس، وبلش ضبط حالي من هلأ. واو، والله أيامك يا بنت. لسه ما شفتي شي وحياتك، ما رح خلي شغل إلا ما ساويها. أي برافو عليكي. شو قررتي تلبسي بقى؟ شو رح ألبس؟ أكيد رح ألبس الفستان اللي جاب لي يا أحسان. هذا الفستان بده سكربينة شيك كتير، وهيك بتطلعي بتفلجي يا بانا. أي طبعا لازم أفلجون، لازم أطلع أشيك وحدة بالعالم. إن شاء الله يا رب. ترجعي بتخبريني شو صار معك. يلا ما بدي أطول عليك، روحي جهزي حالك. يلا باي.
هيك لكان يا ست بانا، لك انت بشو احسن مني؟ لازم يعزمني ابوه لسمح وتصير الكلمه كلمتي وبس. خير، ليش جبتنا لهون من الصبحيات؟ متضايق كتير يا احسن. اي والله معك حق، لانه هي تاني مره بيعلم فيها مجد عليك. ايه شو رح تساوي له؟ انت بتعرف بهالحاله هي شو بيعمل سميح معك؟ انا بعرف سميح ما بيتساهل مع واحد حقير مثله وبيكسر له راسه بس يتطول على اسياده. مو بس هيك، كانك لسه ما بتعرفني منيح احسن. شو يعني كسر له راسه؟ هيك شيء ما بظن بكفي. شو قصدك؟ ايه انا اذا حدا تجرأ وضربني بقلع عيونه من وشه. اذا فرضنا انه انا تجرأت وقوصته برجله، اكيد بيرجع بيمشي مثل العاده. ايه بدل ما اوصه برجله بس بقوصه بقلبه، هيك احسن. هيك لك ناوي تعمل؟ شو قصتك؟ ما عم تفهم؟ انا ما بدي اقرب عليه، انا بدي احرق له قلبه، فهمتني؟ ايه شو هي؟ ايه مجد مشان مين كان عم بيساوي كل هالشغلات؟ شو كان اسمها هديك البنت؟ ذكرني، عن جد نسيت. اللي بعرفه انها بنت ضيعة، مو هيك؟ أليس. وحاليا ما رح اهتم بغيرها، مجد ما رح المسه نهائيا، بس رح العب عليهم احلى لعبة. بدي خليها تموت فيني يا احسان، وكمان رح خليها تكره هديك الساعة اللي شافت فيها مجد. وبكرة بتشوف. أليس هلأ هي وسيلة الانتقام. خطة ممتازة. ايه بس لازم ننفذها بشكل عملي ومن غير ما حدا يشك. انا لازم طبقها. صباح الخير. صباح النور أوس. شو كأنك مو نايمة، هيك مبين على وشك. صحيح ما دقت النوم، كنت عم فكر بالخناقة اللي صارت مبارح، ومزعوجة من حالي كتير لأني زعلته لمجد. والله معه حق ينزعج أليس، حطيتيه هو وسميح بخانة واحدة، مسكين ما عم يقدر يتحمل إنك تكذبيه له وتصدقي كلام الناس. أنا تسرعت شوي، بس أنت لو حطيت حالك محلي يا أوس ما كنت رح تتصرف نفس التصرف، وخاصة بعد الكلام يلي قالته أمه. هلأ اللي صار صار يا أليس، بكرة بترجعوا بتتصالحوا، خلص انسي الزعل بقى، ولا يهمك أنا رح صالحكم. لا تتفائل، بظن مو ناوي يسامحني. من شوي اتصلت فيه لأعتذر منه وما رد علي. هاي ردة فعل طبيعية، بدك تعطيه شوية وقت وبينسى كل شيء. يلا امشي خلينا ننزل نفطر. وهاي نظارتك انكسرت بسببي، عن جد ما بيجي من وراي غير المشاكل. صباح الخير. هاي المجلة شو جابها لهون؟ كأنه ناويين جننوني انت وابوك. بس انا شايف انه القصة بالعكس يا زينة خانم، شكل وجودنا بالحياة ما عاد لازمك. شو قصدك ولا مجد؟ يعني كل الحق علي؟ امي هدي اعصابك شوي وكملي تفاحتك. قليل الترباية، انت دايما بتصف مع ابوك. رجعت لي راسي، رح روح نام بلكي برتاح شوي منكم. ما بدي ضجة بالبيت، مهدود حيلي بدي اعرف نام. شكلي رح اطفش من هون. الو لو سمحت عندكم غرف فاضي. تفضلي شوفي يا اميرتي، فستانك انكوى وصار جاهز لتلبسي. عن جد انت احلى اخت بالعالم حبيبتي. بتركبي لي اياها؟ تكرم عينك بركبها. طيب انت مانك خايفه ترجع تلتهب مره ثانيه؟ مو مشكله، مالي خايفه. هديك المره كنت مو منتبهه، جبت عليها مي وما نشفتها. بنت الحلوه عم بتجهز حالها، ان شاء الله بيقبرني هالوش. انا لهون خلصت مهمتي، اذا ما بروح هلا الخاله لطيفه بتاكلني. طيب بنتي الله يكون معك وييسر لك يا رب، انا رح ساعدها بالباقي. تعرفوا قديش اليوم بالشهر؟ ما بعرف والله. وانا ما بعرف اليوم قديش. روحي روحي عادي، هلا بروح بشوف الروزنامه. بنوش قد ما فيك انبسطي وتسلي. اكيد حبيبتي. مع السلامه بنتي. مع السلامه. شو هالعبقريه؟ عم بيرن.
ألو حبيبي عم يتصل ليقول لي صباح الخير صح؟ صح يا روح قلبي، صوتك بيريحني وبيخليني اتفائل كل اليوم. لو تعرف قديش أنا كمان بتفائل بصوتك. حبيبتي في سؤال صغير بدي أسألك إياه، قديش قياس عدسات نظارات أوس؟ أنت شو بدك بأوس نظاراته هلأ؟ خلص إنا مسيرته. لا ولو حبيبتي، نحن اللي كسرنا له إياه وحابب أن نجيب له بداله، وهو أخوها الحبيبتي. يا روح قلبي قديشك نزول، أنا بصراحة ما بعرف، بس بسأل أمي ببعت لك مساج. ماشي حياتي. دخيل قلبها الحلوة يلي صارت بتجنن. أمي؟ إيه. إيه؟ يعني مو لازم دبر كندرة بتناسب الفستان؟ طلعي على المعرض وشوفي بعينك المفاجأة اللي أنا حضرت لك إياها. شو قصدي؟ معرض شو؟ رح تشوفي كيف حليت لك المشكلة. تعي معي. لا تبكي سونيا، شو فيها؟ وإذا نسي عيد ميلادك شو صار؟ بس ليكي ما أحلى الجو. هي لأنه اليوم عيد ميلادك. عن جد مو ناقصك غير هالجدبة. تفضل. صباح الخير يا أحلى ماما. صباح النور يا عمري. بدي أسألك سؤال ماما، نظارات أخي أوس شو درجتهم؟ ليش عم تسألي؟ هلأ مو وقته، هي قصة طويلة، بس رفقاتي حابين يجيبوا له هدية مفاجأة يعني. أروح يسألي لكن لين؟ هيك ما بيصير بنوب، انتو ما في بيناتكن اي تواصل. اف ماما، رحت لأسأله ما لقيته بغرفته، معقول ما بتعرفي؟ قصر نظر 3.5 باليمين و4 باليسار، وبالتنتين انحراف درجتين. يعني تقريبا هو ما بيشوف، ما هيك؟ بس لين. طيب، طيب ماما. ماما لين، استني لحظة. هلأ عالصفرة قدام أبوكي بدك تعتذري من أليس مشان المشكلة اللي صارت مبارح. يا أمي ليش الاعتذار؟ ما في داعي له أبداً. أمي نحن ما اتفقنا أنه نعاملها منيح قدام أبوكي؟ أنت اعتذري عشان ما ينقال أنه إلك ذنب اللي صار مبارح. بدك تعتذري لو غصب عنك. غصب عني؟ بدكن اعتذر كرمالها؟ لا اعتذري كرمالي، اتفقنا؟ طيب ماما رح اعتذر، مو مشانة مشانك. انزلي يلا روحي افطري، في شغلة بدي أعملها وبنزل. يلا حبيبتي. ليكي ليكي سونيا، امتى بدك ترجعي لي المصاري اللي تدينتيهم؟ خصمي لي اياهم كل شهر من راتبي خالي لطيفه، هاد احسن حل. وما تكتري من هالمشمش يا خالي، هلا بيرفع لك السكر. هلا بيرفع لك السكر؟ ومين يلي قال لك انه معي سكر؟ أهلا وسهلا، تفضل. أبوكي بعت معي هاي الرسالة يا أنسة. اسلموا إيديك. وإليكي بخاطرك. بابا ما نسيني، بابا بعت لي رسالة ليعيدني بعيد ميلادي. شو هالرسالة اللي بعت لك ياها ولي؟ شو كاتب لك؟ أكيد هذا كاتب إنه بده يطفش، هجركن وما بقى بده يرجع. الله يسامحك، من وين بتجيبي هالحكي؟ قلت لك هي رسالة معايدة. بدك يعني صدق إنه الشوفير متعذب وجاي مشان يوصل لك رسالة معايدة؟ إيه هالشغلات ما بتصير غير بالأفلام. سونيا مو علي هيك كذبة، بدك تضحكي علي مو هيك؟
هيك يا خالي لطيفة، يعني بدل ما تعايديني عم تنقري علي بالحكي. يا سلام، كبرتي وصرتي قد الشنكيرة ولسه بدك عياد ميلاد؟ عياد الميلاد مو إلك أنتي. الله يخلي لي إياك يا بابا، ما حتتذكرني أبدا غيره هو. أمي الحقيقة أنا ما بعرف ليش عم بكتب لك هلأ، مع أنه وعدت حالي ما أجيب سيرتك حتى ولا أذكر اسمك على لساني كمان. اليوم أول يوم بالجامعة، هذا اليوم اللي انتظرناه وحلمنا فيه سوا، بس ما كنت متوقعة أني يكون بهاليوم لحالي. كنت مفكرة أنك رح تكوني جنبي مثل ما عودتيني. أنا عم بكتب هالكلمات وما بعرف إذا رح تقريها، بس أنا عم بكتبها مشان أرتاح، لأني قررت ما أستسلم أبداً لو شو ما صار. أمي لما تخليتي عني التجأت لشاب بعمري اسمه مجد وقويت علاقتي فيه، يوم بعد يوم صرت ارتاح له وكنت مفكرة انه عم يساعدني، بس للأسف هذا الحكي معناته انه امه تاركتها ورايحة. ست اقبال، شو كنتي عم تراقبيني هاجر خانم؟ اعوذ بالله، معقولة انا اعمل هيك؟ جيت قلك انه الفطور جاهز والكل ناطرينك. اسمعي شو بدي قلك يا هاجر، اذا بتطلع كلمة واحدة من تمك عن الشي اللي انتي شفتيه هلا، تأكدي اني رح حطلك اغراضك قدام الباب، عم تفهمي؟ الله يكون بعونك يا أليس، على مين بدي أزعل؟ على حالي ولا عليك يا حسرة قلبي؟ بس لو ما وعدت أمك ما كنت ضليت ولا لحظة واحدة بهالبيت. ضاعتنا حلوة يا خانم، في عنا كل شي بدكن ياه. أهلين وسهلين. شو كل هذا أمي؟ مبين كأنه سوء البالة هون، عن جد شو هاد؟ ما بصير تقولي هيك ولو؟ حرام الجماعة عطوني أحسن شي عندهم. ولمين هي بقى؟ هاي لجارتنا كيراز، مخبيتها لطهور ابنها الصغير. أمي يعني معقول مخبي هيك كندرة؟ والله إذا بتطلع فيها بين الناس بتتبهدل. ييي شو هي كمان؟ قديش صار لها هي الموضة بطلانة؟ شوفي لي هزبالة هي، شوفي. آه لك ليش أنتي هيك منونة يا بانا؟ هاي ما فيها شي حتى بتلبق تحت فستاني. آه حلوة هاي كتير مو هيك؟ ما فيهن ولا وحدة بتلبق لفستاني. وفوق عم توجع لرجلي كمان. هاتي لنشوف هاي. يا سلام هاي باينتها كتير حلوة، خلص معي مني والبسيها يا بانا. ايه بلا هاي أزبط شي من هالبالة. بس لو ما لم بيني قديمة كل هالقد. موافقة البسيها يعني؟ يعني ايه، بس كمان التاني عم توجعني. بس لو فينا نوسعها شوي، شو رأيك؟ ما فينا نعمل لها شي؟ لا ما فينا نوسعها، بس رح امسح لك ياها بالخل حتى تصير تضوي ضوي. شو الخير رح يعمل لها يعني؟ اي وهي عم بتوجعني كمان. الله يصلحك يا بنتي، لشو رجعتيها؟ مو مشكله تركينا منها. ارجعي قولي لي كيف رح تخليها تضوي لهالكندره؟ قلت لك رح امسح لك اياها بالخل وهيك برجع لك اياها جديده. وبتزبط معي؟ ايه معقول ما تزبط. لكن انا طالعه لك امي، يعني انا طالعت لك بالذكاء، عن جد انك ذكيه. لك يسلم لي يلي طالع لامه. أوس أعطيني السكر لو سمحت. شو وين نظاراتك؟ انكسروا مبارح. هو يلي كسروا، ما حدا إله علاقة بشي. أوس ليش مو أنت اللي عم تجاوب؟ بابا وأنا عم بمسحهم وقعوا من إيدي وانكسروا. هيك لكان حبيبتي لي؟ انتي ما حكيتي عن هدية لأوس؟ هس ما قلت لك هي مفاجأة؟ ماشي ما رح احكي.
أوس، ما تضل بدون نظارات. اليوم اشتري نظارة جديدة. ماشي بابا. إقبال، شو صار معك؟ حكيتي مع مدرسة مدحت مشان الأوتوكار؟ ما حكيت، بس أنا حابة أقدم لكم خدمة، إذا بدكم أنا بصير باخده وبجيبه. إيه خلوا أليس وصلني على المدرسة. مدحت القرار مو إلك، أليس ما فيها توصلك، مشغولة عندها دوام. بكري في عندي فكرة أحسن، شو رأيك لين تاخده وتجيبه وتتحمل مسؤولية أخوه؟ ليه؟ أليس وأخوك عم يدرسوا طب يا حبيبتي، أنت فاضي أكتر منهم. بعدين أليس لساتها بالسنة الأولى، ما بصير ناخد من وقتها. بعدين أنت كل مهمتك إنك تطلعي معه بالسيرفيس، وبس يخلص الدوام ترجعي بتجيبي. أنت خلص بكري، ما تاكل هم. حاضر مامي. مو دايما بتقولي إنك حابة تحملي المسؤولية؟ هاي الوقت المناسب. مزبوط، عجبتني فكرتك إقبال، وهذا حل معقول. موافق لين؟ ايه بابا طبعا. ليكي سونيا، ليش تاركي شغلك وقاعدة عم بتطقي حناك؟ مع مين عم تحكي؟ أنا عم حاول دق على موبايل بابا، بس طلع موبايله مغلق. يمكن ما بده يرد عليكي. يعني قد ما حاولتي تزعليني يا خالي لطيفة، رح ضل مروقة بعيد ميلادي. أنا بعرف شو صار اليوم، الرسالة مو أبوكي باعت لك ياها، حبيبك هو اللي باعتها. ولك يا خالي لطيفة، أي حبيب هاد؟ وبعدين من وين بده يجي؟ ما أنا طول الوقت بوشك بهالبيت. عم تخبي علي؟ أنا بورجيكي شو رح أعمل، بدي أحكي كل شي لأمك وبالتفصيل الممل. والله أنت رح تجننيني. تعرفي خالي لطيفة، رح أعطيكي مصاريكي فورا وبلا ما تطلع علي حكي. اخص عليكي سونيا، كنت عم بمزح معك، أنا مالي مستعجلة عليهم أبدا. أنت ما بتقصري بعرف، الله يوفقك. مثل ما بدك، ما رح أخجلك طالما مصرة لهالدرجة، يعني ما في شي محرز. يخلي لي ياكي خالي لطيفة، بدي أطلب منك هالطلب. معلش إذا قلت لها لمنيرة تقعد عندك لأني مشغولة، ما بطول بس ساعد زمان. روحي روحي، شو علي، أنا مو محتاجتك، روحي بسرعة بس لا تتأخري. ونبهي منيرة ووصيها، إذا ما جابت لي نمورة ما رح استقبلها. إيه حاضر رح قلها. أنت عن جد غريبة، كل ساعة شكل مثل شمس شباط. اسكتي ولا تكتري حكي، روحي بسرعة وبلا ما تتأخري، إذا ضليتي واقفة رح أغير رأيي، والله بتندمي إذا ما رحتيها. طيب طيب. يلا بخاطرك خالي. ما تتأخري، مع السلامة. بابا نحن رايحين على الجامعة. ماشي، وما تنسى تشتري نظارات اليوم. أوكي بابا. طيب عن إذنكم. أليس استني لحظة، كنت بدي إلك على الفطور بس. أنا رح استناكي برا أليس. بدي إلك إني أنا حابة إني أعتذر منك على اللي صار مبارح، مو حابة تضلي زعلانة مني. أنتوا مثل الأخوات وما بصير تتزاعلوا، يلا تصالحوا أنتوا التنتين. لا تعتذري لين، أنا مو زعلانة. وهيك انحليت؟ ليش شوفي كمان يا بكري، هي اعتذرت من أليس. صحيح لين عرفت خطأ واعترفت فيه، بس لازم أليس تعتذر كمان. ايه صحيح لازم اعتذر. لكن شو عم تستني؟ بعتذر منك لأنه غلطت بحقك، وأنا سامحتك. مجد مجد
شو القصة؟ كأنك مبكر. اي والله في غراض لازم جيبهم لأنه بدي سافر. لوين بدك تروح؟ وليش؟ على أماسيا، بدي بعد كم يوم لريح راسي. رايح الكلية ما؟ بلا. بعدين ليش بدك تسافر هلأ مجد؟ هيك أحسن للكل، خليني بعد عن الكلية بلكي بتهدى الأوضاع شوي. بس يا مجد الأوضاع ما رح تهدى إذا ما قعدت مع أليس. مين أليس؟ أنا بعرف واحدة اسمها أليس. فهمنا مجد. خلص أوس، ما عندي شي تاني أقوله. هاي مروة بعتت لي مسج. في شي؟ صباح الخير، كيفك اليوم؟ بعتت لك الرسالة لأنه في موضوع كتير مهم. أنا جاي على الكلية، في كتاب كتير محتاجته ولازم استعيره، ولسه لهلأ ما عطوني بطاقة الاشتراك. إذا بتستعير لي إياه على اسمك بيكون منيح. مع الشكر. غريبة هالبنت، مثل رفيقتها، بعت رسالة ولا مقالة؟ يلا أوس، أنا لازم أمشي. بخاطرك. معقول يروح من غير ما يسلم علي؟ يصطفر مثل ما بده، بس الظاهر سهل علي يمحيني من حياته. شو قاعد بالبيت؟ اليوم بدي أتأخر شوي لأنه ما عندي محاضرات بكير، فقلت براجع هالكم ورقة. ما كان تصرف لين اليوم ظريف؟ وهلأ قاعدة بغرفتها وعم تدرس، كمان رح تصير تهتم بأخوها الصغير. منيح، بس قلتك يعني رح يتحسن سلوكه؟ قول إن شاء الله يا بكري، هاي أبوها وأمها فوق راسها. بس مو كل البنات بيصحلون هيك، مثلا شوف أليس. ما سمعتها ولا مرة عم تحكي مع أبوها أو أمها، الظاهر إنه أهلها ما عم يسألوا عنها للبنت؟ لا مو معقول ما يتصلوا، أكيد هنن عم يحكوا معه ويطمنوا عليها دائما. طيب قلي هلأ أما لأليس شو بتشتغل؟ والله ما بعرف شو بتشتغل إقبال. مو هن أصدقائك من زمان، معقول ما بتعرف؟ يسلموا إيديك، إجت القهوة بوقت. صحتين. غريبة أما لهالبنت، لو كنت محلها بتصل كل يوم، يعني هذا أقل شيء. صحي، وين أما هلأ؟ بكري حبيبي، شو جاي على بالك أطبخ لك اليوم؟ أنت طلب بتمنى. جاي على بالي مقلوبة. ماشي تأمر. ولا قلك اعملي لنا صينية بطاطا وجنبها صحن سلطة كبير. يلا أنا رايح. ماشي، تكرم عينك. بكري. أيوة. عود معي شوي. من شوي كنا قاعدين، في ملف نسيانه فوق، بجيبه وبيجي، استنيني. طيب يا بكري، يلي عم تخبيه رح أوصل له، رح أضل وراك وراك لأعرف. حلوة ومريحة، كأني مو لابسة شي برجلي. دوموزيل، نحن الأحذية تبعنا كلها طبية، وأكيد أنت بس لبسيه رح تحسي بالفرق. بدي اثنين منا، بس بتراعيني مو هيك؟ بدي أعتذر منك، هون ماركة والسعر محدد. هالمرة بس لو سمحتي، لأنه اليوم عيد ميلادي، هلأ ما معي حق التنتين. هاي سياسة المحل هون، ما بقدر نزل بسعر أبدا. طيب، أصلاً ما في داعي للتانية، يلا بلاها. ممكن تضبي لي إياها بشي علبة مرتبة؟ تكرم عيونك. يعني حرام أخذ وحدة إلي؟ شكراً، لولاك ما كنت قدرت استعير هالمرجع المهم. تكرمي. شو في كمان خير؟ أليس ومجد لساتهم متزعلين مع بعض، كانوا رح يتصالحوا بس ما مشي الحال. ايه كانت خطتنا كتير موفقة. خلينا نرجع نعيد نفس الخطة. ما رح تنجح، مجد ما رح يصدقني إذا أنا حكيت معه هالمرة. طيب مو أنت، منخلي حدا تاني يقله. شو هالفكرة الحلوة؟ ايه بس مين رح ينفذها؟ ينال، مساعد أبي. مجد بيصدقه ما؟ ايه أكيد، لأنه إذا هو اتصل فيه بيرد عليه مجد. واو، هيك ممتاز، وجابت أليس رح تكون علي أنا. بس بتعرفي في عنا مشكلة، مجد مسافر اليوم على أماسيا ولازم نلحقه قبل ما يسافر. بسيطة، أنا حخلي ينال يحكي معه هلأ، وأنتي روحي احكي مع أليس، وبعدين نلتقي بالكافيتيريا. طيب اتفقنا. يلا ماشي، باي. أوس؟ نعم. عيونك حلوين، ما كانوا مبينين هيك تحت النظارات.
ايه بابا، بدي بعد عن هالقصص وريح راسي. يا ريت لو اقدر اعمل هيك انا كمان. بابا انت متأكد انك منيح؟ لا تاكل هم بابا، وحياتك انا كتير منيح. طيب امتى بقى ناوي تحكي معه؟ كانت كتير معصبة اليوم. بعدين ليش ما بتفكر ترجع على البيت؟ ما نو بيتها لحالها. انت لا تشغل بالك ابني، بدي ظبط اموري اول شيء وبعدين برجع على البيت، هيك انا بكون مبسوط. ماشي بخاطرك. لحظة ابني، يعني معقول نترك امك لحالها بالبيت؟ بلكي خافي. بابا امي ما بتخاف، لا ينشغل بالك عليها. بعدين انا كتير محتاج بهالوقت اني بعيد عن كل شيء. طيب ابني لا تطول غيبتك عنا. ماشي ماشي. بدك مصاري؟ لا معي. يلا ما تطول. بحاول. لا تسألني ليش يا نال، اتصل فيه وقل له لازم يكون هون الساعة 6. طيب بلكي زعل الدكتور بكري. بابا ما رح يعرف بهالشي اصلا، انت اتصله ما لك علاقة بالشي، قل له يكون الساعة 6. على مسؤوليتك. خلصنا بقى، يلا خد هذا الرقم. ألو مجد. أيوة أنا ينال. مجد عندك وقت تجي اليوم على الكلية؟ في موضوع مهم. شو القصة؟ خير؟ الأستاذ مراد بده يشوفك بالقاعة بـ 12 الساعة 6. الأستاذ مراد؟ طيب ليش؟ والله ما قال لي غير هيك، يمكن في عندك مشكلة بشي مادة من المواد. يعني ينال ما فينا نأجل الموضوع؟ أنا اليوم بحكي مع الأستاذ مراد. لا ما فيك، الدكتور هلأ بغرفة العمليات وقال لي إنه ضروري تجي. الظاهر أن الموضوع مهم وأنت بتعرف المادة اللي بدرسها صعبة. مبلا طبعا بعرف. ماشي قلت لي الساعة 6 بالقاعة بـ 12 ما هيك؟ ايه مزبوط مجد، يلا بشوفك المساء. هيك بدي اياك، عن جد أنا كتير ممنونك، والله ما في منك. لك إن شاء الله تضرب هالعيشة، عم البس كنادر الناس. لك إن شاء الله تضرب هالعيشة، عم البس كنادر الناس. أمي هالكندرة ما رح تطلع ريحتها خل ما هيك؟ لا ما رح تطلع ريحتها. أمي ساعديني لحتى أقيم اللفافات. يا أمي هيك صعب علي، عدي على الكرسي هنيك. أعطيني ظهرك دوري. أمي استني شوي لأرد على التليفون. ردي حبيبتي شبكي. ما بدي رد، هذا التليفون مو ضروري، بعدين بحكي. بعنا وين حاطة المشط؟ بالغرفة الثانية. ألو منيحة حبيبي؟ شلون ما أجي اليوم؟ شو؟ لا ما في شي. لك حبيبي بحاكيك بعد شوي ماشي؟ باي باي. مو معقول، فرحتني كتير. طبعا موافقة. طيب أستاذ ماشي رح أجي فورا، مع السلامة. قولي شو في؟ هذا أستاذي أمي، كان عم يخبرني انه نختاروني لكون ممثلة عن كل الطلاب. تخيلي ماما رح يكلفوني بإلقاء كلمة اليوم المساء. تسلميلي، برافو عليكي، عقبال ما تطلعي الأولى. يلا أمي. أمي الله يخليك عطيني مصاري، يعني مو معقولة اطلع بهدول التياب بالباص، لازم أخذ تاكسي. الله يخليكي أمي، والكندرة عم توجع لي رجلي كمان، ولازم كون مرتاحة وأنا عم بلقي كلمة قدامهم كلهم. يلا أمي روحي دبري لي مصاري من عند الجيران، الله يوفقك. طيب رح حاول أخذ من الجيران. مروة نسيت أسألك، أنت شلون قدمت الامتحان؟ لو تعرفي قديش كان سهل يا ريتك قدمتي. أليس مو مشكلة بكرة بترجع وبتعوضي، دراسة مادة الإنجليزي سهلة وممتعة. أنا مو زعلانة بس ما في شي. هذا شو جابه لهون؟ مرحبا. شو جاية تعمل مشكلة تانية؟ روح من وشنا بسرعة. أنا آسف أليس، أنا ماني جاي لحتى ضايق. قول شو بدك لأنه وجودك بيزعجنا.
بجوز نجد ما بحبني كتير وبصراحة أنا ما بعرف ليش، بس نحن دائما نتقاتل. يعني بس اللي بدي أقوله إنه أنا ما عندي مشكلة لا معك ولا مع أوس. شو كأنك نسيت إنه حضرتك زتيتني بالمسبح؟ أوس أنا بعترف إني ضايقتك من قبل، بس كان بدي أمزح معك مو أكتر. انزعجت كتير لأني كسرت نظارتك واليوم جبت لك بدل اللي كسر. إن شاء الله بتعجبك وأنا بعتذر كتير. وأنه نحن أصدقاء، مشكلتي مو معكم. شكرا. جبتي؟ مو كتير، جارتنا ما كان معها غير هالخمسين ليرة وعطتني إياهن. شو بتعمل الخمسين ليرة أمي؟ رح روح بالباص. أنا شو طالع بإيدي يا بنتي؟ لو كان معها ما كانت قالت لي لا. أبوكي إذا عرف إنه تدينا والله لا يبهدلنا. يلي بيسمعك شو عم تقولي بيصدق، كلهم خمسين ليرة. الله يوفقك، لا تزيدي على قلبي، هذا اللي قدرت دبره. يعني ما بكفي كسرت نفسي وأخذت من الجيران؟ خلص أمي بسيطة، يلا أنا رايحة. مو لازم تبوسي أمك قبل ما تروحي بنتي؟ لشو أمي، مكياجي بينتزع بعدين. يلا باي. الله معك، مع السلامة. شو بدنا نسوي هون؟ مروان ليش حتى نروح؟ نسيت لك ألس إنه امبارح بالامتحان نسيت بكلة شاري بالقاعة بـ 12 والصبح كان في محاضرة ولهيك ما قدرت فوت جيبها. شو رأيك تجي معي وبعدين بنطلع سوا ونعمل اللي بدك اياه؟ طيب ماشي. لسه الساعة ما صارت 6. معقولة ما صارت؟ لا ما صارت. خلونا نقعد نشرب كاسة شاي وبعدين بنروح، هيك بنكون أحسن. أنتم بتعرفوا القاعة بـ 12 بكون فيها محاضرة ورا محاضرة، يعني ما بتفضل الست. إيه صحيح، خلونا نقعد. أمي بانا وينا؟ بانا؟ بانا؟ شبك بنتي؟ شوفي بانا راحت. يا الله، يعني ما لحقتها؟ ما لشو اشتريت الكندرة لكان؟ عن جد عم تحكي رح تنبسط كتير. تقبريني، الله يخليكن لبعض. أكيد رح تعجبها يا ماما، خلينا نتصل فيها لترجع. لا لا أنت لا تتصلي، إذا رجعت بهالشوب بتحرق وبينتزع مكياجها، لأنه من شوي اتصلوا من الكلية وقالوا لها إنه لازم تقول كلمة قدام الطلاب كلهم. يا علي، وزعلت لأنه ما قدرت دبر لها مصاري لا تروح بالتاكسي مثل ما بدها. لكن شو رأيك روح أنا على الكلية ولبسها إياها؟ هي والله أكيد رح تفرح فيها، روحي لعندها. طيب أنا رايحة. سونيا اشتري لك شي خرزة زرقة مشان العين وعلقيها جوات فستانة يا بنتي. شو سمعتيني شو وصيتك؟ يا ربي دخيلك تحمي بنتي بانا من كل عين حسودة. يعني شو كان صار لو أنا ساكنة بهالبيت؟ ألو إحسان، أنا عند الباب ناطرتك، لا تتأخر. حبيبتي أنا بعدت السيارة على المغسل اليوم لأنه صار بدها غسيل. أنا هلأ مع سمير، يعني ما رح أقدر أجي. أنت تعي على المطعم دغري. إيه بس أنا هلأ شلون بدي روح على المطعم؟ بانا أنت طلبي تاكسي وتعي، يعني ربع ساعة وبتكوني هني، الشغلة ما أنا صعبة أبدا. يلا بشوفك هنيك. إيه طيب حبيبي بشوفك. أوف يا الله، أوف، يعني ضروري تشجع هلأ بالباصات. ناقصك انت كمان هلا، لو عرفاني هيك ما كنت جيت لهون. بكري طالع مو؟ ايه بدي مر على الكلية شوي وارجع. البيت ناقصه شي غراض؟ مو حابة عزبة، بعد شوي رايحة على السوبر ماركت لجيب كم غراض. ايه ماشي. بكري حبيبي في شغلة بدي قلك. طول الوقت أنا عم أدعي لك
انه ربي يحميك ويهدي بالك. شو قصتك يا هجر؟ ليش هيك عم تدعي لي؟ ولا شيء يا ابني، بس حاسستك حامل هم كبير، وكبير كتير كمان، لهيك دعيت لك. ما تخافي علي يا هجر، شكرا لك. الفستان الحلو وهي المغصت كمان. قالوا حبيبي. ايه احسن، انا على الطريق يا عمري. تاكسي طبعا، في حادث على الطريق لهيك تأخرت. بعد شوي بكون عندك ماشي. وانا كتير اشتقت لك حبيبي. طيب حبيبي شي ربع ساعة. يلا روحي، باي باي. يا ربي شو هالجاية المشرشحة هاي. يعني صار لازم نمشي هلا. انت متأكد؟ طبعا متأكد. انتو شو قصتكم اليوم؟ ما عم شوفكم غير عم تقوموا وتقعدوا. ما في شي، شو بده يكون فيه؟ طيب ليش كل شوي عم تطلع بالساعة؟ ولا شيء، عم بيوجعوا لي عيوني هالنظارات. يلا خلونا ندفع الحساب ونروح. ماشي خلينا ندفع الحساب ونروح. كان لازم يكون بعيد عن كل هالقرف هلا. مرحبا احسان بيك. اوه بانا خانوم، شو هاللوك الحلو؟ خليني ملي عيني منك. المكيف في التاكسي كان معطل، انتزع مكياجي ما هيك؟ الفستان حلو عليكي. شبك احسان؟ شو في؟ الشوز هاي ذكرى من امي احسان، حبيت البسها. فاجأتيني برجعتك لموضة الستينات. بدل ما تحكي هيك شوف. يعني ركبتيها؟ كرمالك بس تأكدت من حبك. شو كأنه جاي مبكير؟ وشو عليه؟ نشرب شي ومندردش قبل ما يجي ابي. طيب يمكن ما بيدخلوني من غير هوية، حاكيها أحسن. بتروح المفاجأة إذا حكيتها. بعد إذنك يا سيد. أيوة. لا تأخذني، بس أنت بالكلية مو هيك؟ أي أنا دكتور هون بالكلية. أي أهلا وسهلا دكتور. بدي شوف أختي، يمكن بتعرفها، يعني إذا ما فيها سئلة. شو اسمه؟ بانا، بانا تورك أوغلو. شو بكم؟ مروة؟ شوفي كفى. انت شو جابك له؟